يا ليل طول وهات العمر من الأول، بحب جديد وقلبي سعيد يا ريتني عشت. احنا هلا قبل ضرب زناد وقبل المدرسة الخضراء، هلا احنا بدنا نكمل هون نمشي لعند الساحة هاي اللي كانوا يقعدوا فيها الاختارية دائما بعد العصر أهل الحارة. وهلا هاي في بالنا هون دار هذا أبو أحمد تبع الحصونة، كان عنده حصونة هياتها هون، هاي الدار إله هاي، وهاي هون الساحة اللي دار سامي الدكتور بشارة. سامي بشارة هي هون، هذا أكبر دكتور كان. كانوا هنا حارة إيش الدكاترة كلها. دكاترة هون كلها هون. يلا احكي لي. هلا احنا بدنا ننزل من هون على حارة الدكاترة، وهون الدكتور بشارة اللي هو كان يعني مسؤول عن السبيطار البلدية وسبيطار الكارانتينا. هذا كان دكتور طبيب دكتور عالمي، هذا كان بكله كان كتير كتير. سامي بشارة نعم. دار مين؟ هاي دار سامي بشارة، هاي الدكتور بقول لك تبع السبيطار البلدية مسؤول عنه، هو الدكتور الكبير والكارانتينا. كان هو هذول الاثنين، هذا وهذاك، لان ما كانش في سبيطارات غير هذول الاثنين هون هاي بس. وهدوهم هدوا راحوا فش راحوا مسحوهم سبيطارات فش سبيطارات راح. يلا كمل انزل. خلصوا كل ايتهم خلص نفذوا راحوا دو. هدول الدور دير بالك محمود ما كانوش ولا هاي ولا هاي ولا هاي، هذا جداد ما كانوش. ده البلدية محمود هذا هي. نعم هذا سبيطار البلدية كان كان اللي بعدين سموه دنولو ألف. أيوة بعدين في عندك دنولو بيت اللي هو الكارانتينا، بار دار أبو أحمد الغول، وهي دار أبو شليح، وهذا الشارع اسمه شارع الجبلية اللي كان يمرق منه الباص نمرة واحد شركة أبو غزالي، كان الباص يمرق منه نمرة واحد شركة أبو غزالي، كان شركة الباصات شركة أبو غزالي. قبالنا هنا دار أبو شليح، وهي قبالنا دار أبو جريس، هذا اللي كان يشتغل بالبلدية وكان يبقى حامل هذا زي السطل الكبير ما يجعل بيار، لأن الدور كان أيامها كل دار كان فيها بير يجي يدير إيش دواء بقلب البيار. أبو جريس كان اسمه. هلا إحنا وقفنا هنا على شط البحر تبع الجون تبع الإنجليز اللي كانوا بيسبحوا فيه الإنجليز، بس للإنجليز كان هيك يعني له ما حدا كان ينزل، عرب هون ممنوع. وهون هياتها في دار اليازوري، هياتها هون هياتها هي دار، هذه دار اليازوري بيقولوا لها، هذول صيادين سمك برضو هذول كانوا. اها او هذا المسبح تاع الانجليز محمود، هذا بس الانجليز يجوا يسبحوا فيه، ممنوع حدا. الدعدع وين كان؟ الدعدع لا بعيد، الدعدع غاد وين اول اخر هذا بيت فيقان. بيت فيقان ايوه اخر بيت فيقان اي نعم. هاي هذه الدار محمود، هاي الكبيره هاي دار حنا الهبره، هاي دار حنا الهبرة معروفة يعني كل أهل يافا بيعرفوها. يعني هذول أغنياء محمود، هذول جماعة تبع بن فطور، هذول عندهم محلات وعندهم تعرف بايير كلهم مبسوطين يعني محمود، مش واللي عنده دار زي هاي محمود بده يكون هو بده يكون بني آدم من الأغنياء. والدار محل هاي العمارة هاي دار أبو إسماعيل، أبو إسماعيل إيش اسمه هذا اللي بيعمل السلال، أبو إسماعيل اللي بيعمل السلال كان للبردقان ولتحمل بالإيد يتعبي بالسلة، كانوا زمان ينزلوا للعالم يشتروا الخضرة يحطوا بالسلة. هاي إله لدار حميد حلاق الزلمة، هذا كان وهاي هاي هاي إله التنتين محمود هدول. إيش التنتين؟ الدور هاي داره وهاي داره، هاي الكبيرة داره حلاق هو. وهون كنا هلا هون كنا هون أبو أحمد كان تاع الغنم، هون تاع الغنم كان عنده غنم، هذا هو هاي داره. احنا قاعدين بالنص هون بنص قلب الدار، هي داره كبيره الغاد كانت تعرف.
هذا تاجر كبير بالغنم، كان يعني واحد معروف من مسلخ، كان عنده معروف غني كبير من الاغنياء الكبار، كان يجيبوا له من العراق ومش عارف من وين، يجيبوا له 200 300 راس. هو اسمه ابو احمد الجغليط، هذا الزلمه يعني من الاغنياء الكبار اللي كانوا موجودين محمود. وبدنا نروح دار المدهون، بعدين دار بنات، بدنا نمشي وبدنا نوصل للاصفر. الاصفر هلا من ميل عليه، من هون ودار الهسي كمان من هون محمود، دار الهسي ودار الاصفر ودار هذول شو اسمهم كمان ابو دار الزناتي كمان هون برضه بالشارع هذا. هون كانوا ساكنين دار الريفي هون جوا، ابو علي الريفي هون، واخو اسماعيل واخو الكبير شو اسمه موسى، ذكرت هلا حياته هي هون، هون ساكنين كانوا دار الريفي هون. هون ابو محمود على هذا القصر كله الكبير لابو خالد الغزاوي، وهذا هي دكانته، هي دكانته موجوده لليوم يعني ما راحتش، شايف هذا القصر كليته. هون كانت هذه الارض لابو الديب الجغليط، كان هذا تاجر غنم كبير من العالم الكبار، هذا ابو خالد الغزاوي داره، هي دكانته هي لليوم سبحان الله موجود يعني قدره الله. شاف قصر زي هذا محمود قديش كانوا يأجروه بالسنة؟ 3 ليرات. قديش كبره فوق 3 ليرات. هذا قلت لي أبو خالد، أبو خالد الغزاوي صاحبه، هاي دكانته تبعته، هي سمان هون موجودة. وإحنا بالأرض هاي إحنا هاي أرض أبو الديب الجغليط، هذا أكبر تاجر غنم كان موجود محمود، أكبر تاجر غنم هون بيافا. كانوا كل التجار يجيبوله من العراق ومش عارف من وين، شوف عنده غنم تحت إيش جنون. طيب هلا احنا وين رايحين ابو سعد؟ هلا بدنا نروح، تعال نروح على دار الزناتي هون. دار مين هنا؟ ودار هذه دار الفهد، هذا الفهد الغزاوي هون. كمان هذا غزاوي؟ جبالي هذا جبالي الفهد جبالي، وهاي الدار البنيغ الكبيرة محمود، هاي كانت لأبو محمد حوسو، هون دار علي رفيق كانت كمان. وين؟ هاي العالية، هاي محمود هون، هاي علي رفيق، دار علي رفيق ودار السقا جنبهم، هاي دار السقا هاي اللي قبالنا. ايش دار السقا؟ هدول من بير السبع هم اصلهم. دار السقا هايهم هون هدول. وين المعهد الديني هذا؟ هذا هادي ايوه، وين هذا الدتي؟ هي هذه دار السقا، وهاي علي رفيق، هاي هذه كانت لها عب الله، واحد اسمه عب الله كان عنده مطور مي يفرق لكل الحارة هون. كان واحد عبالله واحد غني مبسوط، الثاني برضه جبالي موجود لهلا موجود. هذا الشارع قلت لي هنا دار مين؟ دار اللي هسه في دار الاصفر كمان، في عندك دار ايش اسمهم هذول الزناتي. الزناتي اي نعم، صح مزبوط، في دار الزناتي، في دار سيدي، هاي كمان سيدي العميري، هاي اللي فيها الغاز هذا، هو الموقف الاوتومبيل، هاي برضه له. هنا انتوا كنتوا ساكنين؟ ايوه نعم. محمود نعم. طب يلا نروح، لما صار الحرب هربنا جينا هون، وين نروح هلا؟ هادي هون محمود، هاي الدار، هادي الدار محمود، هادي الدار عبد ربه، هاي اولها بالشارع هذا واخرها بالشارع الثاني، هاي الشارع الثاني. هلا بنقدر نروح لغايه نتصور هناك، دار عبد ربه هاي، وهي هاي دار ابو خالد قبالها يعني الغزاوي، يعني قبال بعض هاي يعني معروف، اشكر يعني هون شايف محمود. هاي الدار المغربي، هاي بنات عبل، عبل هاي بنوها وخلصوها من هون بال48، والله العظيم يا محمود فلتوها زي ما هي خالصة جاهزة بس للسكن، فلتوها وراحوا هاجروا وسابوا الجمل عم حملوا أبعوا. يا زلمة اشي بتصدقش العقل، يعني انت بتخلش راسك. هادي محمود، هاي دار بنات، هاي شايف هادي، هاي هي هاي الدار، هي هادي كلها كبيرة هيك محمود، كانوا يعملوا قصور أيام زمان، الدار قصر مش دار، اسمها قصر كانوا يسموها. هاي دار بنات هون، هي وهاي دار عبد ربه وراها هاي جنبك، هاي دار مغربي. طيب احنا هلا رايحين وين؟ هلا بدنا نروح على دار المدهون، اوريك دار المدهون وبعدين نلف على دار الاصفر وهدول. يلا هلا هون في فرن، هون كان محمود لدار بنات، شايف محمود هون
هاي الفرن هون كان له دار بنات، هذه دار الهسي هياتها هون شايف؟ هاي دار الهسي، هاي دار خميس الهسي ابو احمد الهسي شايف؟ هاي الدار شايف؟ هاي الدار دار الهسي. هلا هون بدنا نيجي هلا لقدام على دار الزناتي، هاي دار الزناتي هون دار الزناتي، هذول كان ابوهم يشرب بالمينا بالجمرك محمود، كان شويش كان هي هذه كلها دار الاصفر، هاي اللي طلع اللغم فيهم مسكين الاولاد التنين وماتوا هون. في الدار من هون لغاد هاي دار الاصفر بقولوا لها، هذه هون كانوا الشباب تنين ايام الحرب ما كان ال 48 عملوا لغم وبالاخر اللغم فاع فيهم حتى طارت الدار من هون البيت وماتوا اثنين الاولاد. ضل هون هذا شاف كله هذا الشاطح الكبير هذا يعني الساحه الكبيره هاي هون كانوا كلها يتعرش مثل التنكيات كان يعني دور من تنك كانوا بعد عنك عندهم حمير حصونه يشتغلوا في هون منهم يعني اللي كان مسؤول عن الكل هو هذا ابو حسن القطاوي كان من دار القطاوي واحد هو اصلا اصله عرايشي هو الله يعلم.